الرحمن الرحيم المهندس هشام أبو سنة النقيب القاهرة والمرشح على نفس المنصب. الحمد لله يعني بنتفائل خير في الجزء الأولاني من النهار النهاردة. جمع المهندسين بدأت تبشر أن في إقبال النهاردة على الحضور للإدلاء بأصواتهم، ونتمنى المزيد وبالذات فترة بعد الظهر، لأن احنا منتظرين مفاجأة من زمايلنا المهندسين ان كل يحضر، كل يصوت، كل ياخد حقه، ينتخب من يريد ان يمثله. انا طبعا قائمة في حب مصر، واحب ان كل واحد ينتخبني وينتخب قائمتي لو هو حاسس ان انا خير من يمثله، اذا كان حاسس ان انا هستكمل المسيرة اللي بدأتها من 4 سنين. قائمتي اخترتها بعناية، الحمد لله احنا اخترنا زمايلنا المرشحين على القائمة على اساس يأدوا خدمة اجتماعية تطوعية، مش عايزينهم يجي يشتغلوا موظفين، عايزينهم يجوا بارت تايم يخدم زميله الصغير، يخدم زميله الكبير، يشوف مطالبه، يشوف خدماته. ده طبعا عمره ما هيجي الا اذا كان جوانا رغبة حقيقية في خدمة زمايلنا، ورغبة حقيقية ان نقابتنا يتم اختيار الاحسن ليها دائما، وان شاء الله باذن الله، وبتمنى من ربنا ان ربنا يوفقني انا وقائمتي في حب مصر. حضرتك اي برنامج انتخابي لازم يلبي 5-6 حاجات. ايه اللي هو عايزهم المهندس؟ مهندس عايز ايه؟ مهندس صغير عايز يتدرب ويتأهل ويتعلم ونأهله للوظيفة ونأهله للعمل بالخارج. احنا عايزين بلاش رؤية صغيرة اشتغل في مصر وجنب بيتي، احنا عايزين 6 مليون يروحوا العراق وسوريا يعمروهم، عايزين 3 مليون يروحوا ليبيا يعمروها، محتاجين عدد كبير جدا. احنا خدنا خبرات في الفترة اللي فاتت، المشروعات القومية اللي تنفذت في مصر خلت مصر عليها إقبال من الدول اللي عايزة تعيد إعمارها واللي عايزة تعمل تنمية حقيقية، تبصلنا نظرة تانية خالص. احنا بقينا أكبر الدول اللي فيها استثمارات يمكن على مستوى العالم. أفريقيا بدأت تبصلنا عايزة خبراتنا، عملتوا الكلام ده ازاي؟ نفذتوا المشروعات دي كلها في 4 سنين ازاي؟ لازم نستفيد من الخبرات اللي عمالنا ومهندسينا ومديريننا وشركاتنا كلها، الخبرات دي كلها مطلوبة في أفريقيا وفي بلاد العربية وفي الدنيا كلها، لازم نطلعها بقى. مش معقول هنفضل كلنا قاعدين جنب بعض، عايزين الخبرات دي تطلع بره.